رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها المؤمنون، استعينوا في أعمالكم وحوائجكم بأمرين هامين هما الصبر والصلاة، وهذان الأمران أمران ثقيلان صعبان إلا على أفراد امتحن الله قلوبهم بالإيمان وهم الخاشعون لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فلا يستطيع أي فرد أن يستعين بالصبر أو أن يستعين بالصلاة. هذه الاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، وطلب العون غالبا يكون من مصدر قوة. الإنسان يستعين بمن هو أقوى منه، الابن يستعين بأبيه، البشر يستعينون بالله. فما معنى الاستعانة بالصبر وما معنى الاستعانة بالصلاة؟ عندما يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة، هل الصبر يعطي زخما جديدا للإنسان؟ هل الصلاة تعطي قوة لم تكن للفرد قبل الصلاة؟ أو كيف يكون وكيف تكون الاستعانة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، علينا أن نتساءل: لماذا نحن نعبد الله؟ هل الله تعالى بحاجة إلى عبادتنا، أو أننا نحتاج إلى عبادة الله؟ لا شك أن الله تعالى ليس في حاجة إلينا ولا إلى عبادتنا إياه، فهو غني عن خلقه، والخالق لا يمكن أن يكون محتاجا إلى خلقه. إذن الله تعالى ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى حجنا ولا إلى جهادنا ولا إلى زكاتنا ولا إلى أي عمل يمكن أن يصدر من مخلوقاته على الإطلاق. الله غني عن عباده وغني عن كل خلقه، غني بذاته، لا يمكن أن يحتاج إلى شيء. إذن فالله تعالى ليس بحاجة إلى عبادتنا إياه، فلماذا نحن نعبد الله؟ ولماذا الله تعالى يثيب العابد بالجنات ويعاقب التارك بالجحيم؟ لماذا إذن؟ هل نحن بحاجة إلى عبادتنا؟ الجواب نعم، نحن الذين نحتاج إلى عبادتنا. وإذا شئنا التعبير بعبارة أدق، علينا أن نقول: نحن لا يمكن أن ننمو
ذاتيا وروحيا إلا بالعبادة لله، كما أننا عندما نأكل ونشرب ونلبس ونسكن، عندما نتناول هذه الحاجات الأربع التي هي الحاجات الضرورية، نعمل هذه الأعمال لا لأن الله في حاجة إليها، وإنما لأننا لا يمكن أن ننمو ونتكامل إلا بممارستها. لا يمكن أن تنمو أجسامنا إلا عن طريق التغذية، لا يمكن أن تصان أجسامنا إلا عن طريق الكسوة، لا يمكن أن نأخذ قسطنا من الراحة إلا بالسكن، وهكذا. كما أن أجسامنا تحتاج إلى ضرورات، لو تركناها حتى المرض أو الموت يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على تركها. لو لم يأكل فرد من البشر حتى يموت، لو لم يشرب حتى يموت، لو لم يلبس حتى تضر به طوارئ الجو فيمرض أو يموت، لو لم يسكن حتى تنهار أعصابه، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذه الأعمال. هكذا العبادات بالنسبة إلى الأرواح، أرواحنا نحن. بالعبادة تنمو أرواحنا، كما أن أجسامنا تنمو بالتغذية. بالعبادة تصان أرواحنا عن الانحراف، كما أن بالكسوة تصان أجسامنا عن الانحراف الصحي. بالعبادة تؤوى وتطمئن وترتاح أرواحنا، كما أن بالسكن ترتاح أجسامنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالنفوس تطمئن إلى عبادة الله، كما أن الأجسام تطمئن إلى السكن، وهكذا. فإذن كما أن الإنسان يولد صغيرا جسميا وهو بحاجة إلى ضرورات وربما كماليات حتى يتكامل جسمه وينمو نموا معتدلا مستقيما، كذلك الأرواح تدخل في هذه الأجسام الصغار وهي أرواح غامضة بدائية تشبه البذرة. كيف أن الورود موجودة في البذرة ولكن في صيغة غامضة ومكتومة، كما أن الثمرات توجد في البذرة ولكن بصورة غامضة ومكتومة، كذلك الأرواح تدخل في الأجسام وهي خامات، وهي غامضة، وهي مكتومة، لم تتبلور ولم تتفتح، ولا يمكن أن تتبلور وتتفتح وتأخذ مداها في الانطلاق إلا عن طريق ممارسة العبادات. كما أن أحدنا لو أضرب عن الضرورات حتى مات يعاقبه الله ويعتبره منتحرا، كذلك الذي يترك العبادات إنما ينتحر روحيا فيعاقبه الله، لأنه انتحر روحيا كما يعاقبه الله لو انتحر جسديا. إذن عمل العبادات هي تربية الأرواح، هي تزكية الأرواح،
هي تنمية الأرواح وتطويرها وبلورتها. فلذلك نحن المحتاجون إلى هذه العبادات، وليس الله، كما أننا نحن المحتاجون إلى التغذية وليس الله، كما أننا نحتاج إلى الضياء وليس الله هو المحتاج إلى الضياء، كذلك نحن نحتاج إلى الصلاة، لأن الصلاة نور للأرواح، صلاة الليل ضياء في القبر. هذا التعبير الرمزي الذي ورد عن مصادر الوحي، ضياء في القبر أي ضياء للروح، لأن الإنسان بعد موته لا يحتاج إلى ضرورات جسده، لأن جسده يموت، ولكنه يحتاج إلى ضرورات روحه، لأن روحه لا تموت بموت جسده. إذن نحن المحتاجون إلى هذه العبادات حتى نتكامل. ولكن الناس على قسمين، قسم يشعر بحاجته فيبحث عن الشيء الذي يحتاج إليه، وقسم لا يشعر بحاجته لأن وعيه تحت مستوى الشعور. ربما الإنسان الكامل عندما يتعرض للمرض، يتعرض لأوبئة، يشعر بحاجته إلى الطبيب فيسعى بنفسه إلى الطبيب. ولكن الطفل الصغير عندما يصاب بمرض لا يشعر بحاجته إلى الطبيب، وربما يكره منظر الطبيب ويكره وسائل شفائه هو. هكذا الناس قد يشعرون بحاجتهم روحيا إلى ما يرفع من مستوى أرواحهم، وقد يكونون دون هذا المستوى فلا يشعرون حتى بحاجتهم. الطفل عندما يذهب إلى المعلم ربما يكره العلم والمعلم، لأن شعوره بعد لم يصل إلى فهم حاجته إلى التعليم مثلا، بينما وليه يجهد حتى يتعلم ابنه، لأن وليه وصل إلى مستوى الشعور بالحاجة، ولكن الطفل بعد لم يصل إلى مستوى الشعور بالحاجة إلى العلم، فلذلك يكره المعلم والعلم والتعلم، بينما من هو أكبر منه يرى أن العلم بالنسبة إليه ضرورة من ضرورات الحياة. هكذا نحن بالنسبة إلى الأنبياء. الأنبياء كانوا يشعرون بمدى حاجة البشرية إلى العبادات، فكانوا يجهدون ويجهدون لإقناع البشر بحاجته إلى العبادات. ولكن كثيرا من البشر قد يكون دون مستوى الشعور بالمرض فلا يحب أن يرى الطبيب، قد يكون دون مستوى الشعور بالحاجة إلى العلم فلا يريد أن يرى المعلم، قد يكون دون مستوى الشعور بالحاجة إلى العبادة والدين فيكره أن يرى حتى الأنبياء. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هكذا الناس على قسمين، قسم يشعر بحاجته ويمارس حاجته حتى يستغني بمقدار ما فيه الكفاية، وقسم لا يشعر حتى بهذا المقدار من حاجته إلى العبادة فلا يمارس ويبقى وهو دون الضرورات التي هو بحاجة إليها. ولكنه في الدنيا قد لا تنكشف أمام
أعينه الحجر فلا يرى أنه في نقص كبير. الإنسان هنا عندما يبقى بلا غذاء أو بلا كساء أو بلا سكن يشعر هو ويشعر الآخرون بأن هذا الإنسان لا يجد ما يحتاج إليه، ولكن عندما يترك الصلاة لا يرى على نفسه النقص، عندما يترك الصيام لا يرى على نفسه النقص، عندما يترك الحج والزكاة لا يرى على نفسه النقص، لأن الحجب أمام عينيه لا زالت قائمة، لأن أعينه لا زالت معصبة. ولكن في يوم من الأيام سترفع تلك الحجب أمام أعينه وجميع مشاعره، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند ذلك يشعر الإنسان بمدى حاجته إلى الصلاة، عند ذلك يرى أنه حشر وهو عريان، يقول لماذا أحشر وأنا عريان؟ يقال له لأنك لم تعمل لنفسك كساء. يحشر وهو ظمآن فيتساءل لماذا أنا دون الآخرين ظمآن، فيقال له لأنك ما ارتويت من النبع عندما كان في وسعك أن ترتوي. يحشر وهو جائع فيتساءل لماذا أنا دون الآخرين جائع، فيقال له لأنك لم تأكل عندما كان الأكل المعنوي موفورا لك. يحشر وهو لا يجد لنفسه بيتا ولا سكنا ولا مأوى، فيتساءل لماذا للآخرين مساكن وليس لي مسكن، فيقال له لأنك لم تعمر لنفسك مسكنا يوم كان في استطاعتك أن تعمر، الآن تبقى كما أنت، تبقى بلا غذاء، تبقى بلا كساء، تبقى بلا سكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا عيوب أنفسنا وأن يشعرنا بحاجاتنا الروحية كما أشعرنا بحاجاتنا المعنوية بمحمد وآله الطاهرين. Thank you.